الشيء هو الحفاظ على هذا التراث، أولا لأنه جزء من حضارتنا، بل حضارتنا بأكملها، فلازم دائما نحن نحافظ على هالتراث وننقله عبر الأجيال، مشان الأجيال القادمة يظل في عندها شيء اسمه تراث عربي أصيل، ودائما يتذكروا أجدادهم وحضارتهم، وفي شيء اسمه يعني الطرب الأصيل اللي تربوا عليه آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم. تعانق دمشق الياسمين وياسمين دمشق مع عبق حلب وعظمة قدودها ومغنيها، التراث السوري الغني والذي اليوم تراث دمشق والتراث الحلبي هو جزء مهم منه. صفوان العابد اليوم من القامات الحلبية والسورية التي نفتخر بها، التي تحمل ثقافة موسيقية سورية بمختلف المجالات والاختصاصات. اليوم لما بنحكي قدود حلبية فعم نحكي اليوم بالطرب، عم نحكي بالمقامات، بأصول الغناء، بأصول التقليب، أصول التقليب المقامي، أصول كيف يؤدي. اليوم كثير مهم المغني عندما يغني الدور والقصيدة والموشح والوصلات الغنائية الأخرى.